بإذن الله بإذن نتمنى الله. طبعا يا كابتن. أسألك بقى، شايف إزاي أفضل سيناريو ممكن يتعامل بيه مستر موسيماني في مباراة بايرن ميونخ؟ أنا عارفة إن إحنا بنتكلم على فريق صعب، وعلى إحنا بنتكلم على بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا، ومسيطرين الموسم اللي فات ده بطريقة كبيرة جدا، عندهم ليفاندوفسكي، جنابري، عندهم نوير، عندهم لعيبة كبيرة، بس إحنا في الآخر بنتكلم على 11 لاعب قدام 11 لاعب في الملعب. ايه افضل سيناريو ممكن موسيماني يتعامل بيه في المباراه دي من وجهه نظر حضرتك؟ طبعا اول حاجه احنا كل ما الوقت بيعدي وباذن الله ما يجيش فينا اهداف، ده في مصلحه في مصلحتنا احنا يعني. دايما انا بقول ايه، ان بايرن ميونخ الماتش اللي جاي هيلعب ضد الوقت، احنا مع الوقت يعني، كل ما الوقت بيعدي الوقت معانا، دي هتبقى في مصلحتنا. مهم جدا ان برضو نعرف ان بايرن ميونخ برضو هتبقى عليه ضغوط، لان هم المفروض الفرقه الاقوى، صح، بيلعبوا فريق المفروض ان هم يعني كل الناس بتقول بايرن ميونخ هيكسب. ده بيحط اللعيبه تحت ضغط كبير جدا. على الناحيه الثانيه النادي الاهلي، لا الحمد لله ما فيش ضغوط، كل واحد هينزل يستمتع ويؤدي بشكل كويس جدا مع الالتزام بالنواحي الخططيه والتكتيكيه اللي جوه الملعب اثناء سير المباراه. من وجهه نظري بقى في الفنيات، اهم حاجه الماتش اللي جاي، اهم حاجه الماتش اللي جاي، يمكن احنا قدام الدحيل موسيماني عامل انتشار كويس جدا، واحنا معانا الكوره، احنا لازم، واحنا معانا الكوره شيء، واحنا معناش الكوره حاجه تانية. اللي احنا بنسميه بقى في علم التدريب التحول السريع من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه. دي نقطه مهمه جدا، ازاي واحنا معانا الكوره واحنا بنهاجم يبقى في انتشار كويس، ويبقى في حفاظ على الكوره، عدم فقدان الكوره، لان طول ما الكوره في رجلك مش هيجي فيه جوان. يعني لو قدرتي ان انت تحتفظي بالكوره زي ما عملنا الشوط الاولاني قدام الدحيل، احتفظنا بالكوره بشكل كويس جدا، لعبت ان الاهلي كان فيه انتشار كويس جدا، بينقلوا الكوره من رجل لرجل، ما حدش بيغلط في باصه، فدايما الكوره معاكي. مع بس هتختلف حاجه واحده، ان طبعا الضغط من قبل لاعبي بايرن ميونخ على لاعبتنا هيبقى اكتر، هيضغطوا والسرعه هتبقى اسرع. ازاي ان انا تبقى عندي الثقه وان عينيا تبقى فوق وشايف عندي مساحه رؤيه وانا معايا الكوره، ازاي ابصي الكوره في الحته المظبوطه للاعيب الفاضي عشان نقدر نحتفظ بالكوره، وفي نفس الوقت بمجرد فقدان الكوره ازاي الم نفسي تاني بعد الانتشار الكويس اللي انا عامله وانا معايا الكوره. لازم اول ما اقطع الكوره ازاي اضم، وازاي يبقى في تقارب في الخطوط بحيث ان كل لعيب بيبقى مغطي على اللعيب اللي بيلعب قدامه، يبقى الثلاث خطوط في تقارب، بنلعب في 30 40 ياردة بالكتير جدا، على اساس نضيق المساحات ونضيق المسافات على لعيبه بايرن ميونخ بالذات اللي هم عندهم سرعه. مين ورقه الاهلي الرابحه يا كابتن في مباراه بايرن ميونخ؟ الفرقه كلها، احنا يعني النادي الاهلي كله بيلعب لعب جماعي، مفيش حد بيبقى فارق، هو يمكن بقى لو حد هيسجل ولا حاجه، ولكن طب مين تتوقع له يسجل مثلا؟ انا كذا حد مش عارفه ليه قبل مباراه الدحيل يقول لي حسين الشحات هيسجل المباراه دي، كذا حد. انا اقول انا متوقع وولتر بواليا او طاهر، محمد طاهر. طاهر محمد طاهر كان مقدم مباراه كبيره، مقدم مباراه كويسه، ولعيب تكتيكي على مستوى عالي، ولعيب قوي وسريع تقدري تستخدميه في مهام هجوميه مهام دفاعيه، والحمد لله هو ده اللي دايما بيميز لعيبه النادي الاهلي. يعني اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي عن اي لعيبه، يعني ازاي كل واحد حافظ واجبات المركز اللي هو بيلعب فيه، سواء كانت الواجبات دي هجوميه او دفاعيه. نتمنى الالتزام الخططي مش تكتيكي، لان في فرق بين التكتيك والخطه او طريقه اللعب والخطه، عشان برضو يبقى بنوصل معلومه مظبوطه للناس. خطه اللعب اللي هيحطها موسيماني، سواء بقى ان احنا بنضغط، مش طبعا مش هنضغط من نص ملعب بايرن، ممكن هنشتغل من نسيب لهم تلت القداماني، او لو هنلعب زوم من نص الملعب، ولكن تضييق الخطوط مهم جدا، المسافات ما بين اللعيبه تكون قريبه، بحيث ان لو حد، احنا يعني في لغه الكوره بنقول لو انا اترقصت يبقى اللي ورايا هو اللي هيقطع. دايما الخطوط تبقى متقاربه والمسافات تبقى ضيقه عشان نتفادى السرعات بتاعه لعيبه بايرن ميونخ. طب لو حضرتك المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه بعد بكره، التشكيل اللي هتلعب بيه؟ يعني هلعب بنفس الفرقه اللي ابتدت الماتش اللي فات، بنفس الفريق ماتش الدحيل، لان طبعا اخذوا ثقه في نفسيهم، وبرده من حقهم ان هم ادوا بشكل كويس وطلعوا بنتيجه كويسه، من حق اللي ابتدى ان هو يلعب قدام بايرن ميونخ. ولكن لو هيغير في طريقه اللعب او في يعني مثلا لو عايز يلعب بثلاثه ديفندر في نص الملعب، يبقى هيشيل واحد، هيغير التكتيك او هيغير خطه اللعب، ممكن يشيل واحد
ويحط واحد ديفندر في النص، بس انا ما انا ما يعني ما افضلش كده. لان احنا قدام بايرن ميونخ قدام الامكانيات الكبيره دي مش هي دي اللي هتديكي قوه ان انت تلعبي بثلاثه ديفندر في نص الملعب، مش هتزودك، بالعكس هي ممكن تقللك في التلت الهجومي او ان احنا نوصل للجون، لان احنا لازم النادي الاهلي مش هيلعب جيم دفاعي بحت. أيوه. ان هو هيدافع ويجيله الكوره يلعب يشتتها قدامه وبعدين يرجع يدافع تاني. لا، احنا ده مش النادي الاهلي، احنا لازم مطالبين واحنا الكوره معانا نلعب كوره كويسه ونقدر ان احنا نهاجم ونقدر، وزي ما احنا في 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 المدربين الكبار بيقولوا طول ما الكوره في نص ملعب الفريق المنافس مش هيجي فيه جوان. يعني احنا لو قدرنا نخلي اللعب في نص ملعب فرقه بايرن ميونخ عمر ما هيجي فينا جوان. بالظبط. فانت لازم ننتقل من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه.